السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنتكلم مع بعض وبنشرح مع بعض منهج جميل قوي تم اضافته لينا في الترم الاول الصف الرابع الابتدائي ترم 1، اسمه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. هو منهج جميل جدا في معلومات شيقة وجميلة، بيعرفنا ازاي الدول المتقدمة متقدمة ازاي، وخصوصا في التكنولوجيا بتاعت المعلومات والاتصالات. بيوسع لنا مداركنا وبيخلينا نفهم يعني ايه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. بيحفز عندنا حاجة اسمها التفكير الناقد. يعني ايه تفكير ناقد؟ يعني الواحد مننا لما يفكر في مشكلة معينة يبتدي يحللها لأجزاء صغيرة ويبتدي يشوف كل جزء لوحده، وعلشان بعد كده بيوصل لحل للمشكلة دي بسهولة. ده اسمه التفكير الناقد، وزي ما قلنا ده منهج جميل قوي لسه جديد عندنا. طبعا دي صورة الكتاب زي ما احنا شايفين قدامنا، ومكتوب هنا يتبع كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT المنهج الدراسي الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المعد لمتعلمي الصف الرابع الابتدائي. يطور منهج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مهارات التفكير الناقد زي ما قلنا، كما ينطوي على فهم المهارات التكنولوجية التي يحتاجها التلميذ للنجاح في حياتهم اليومية. يستعرض كتاب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال قصص محفزة على التفكير، بيدينا بعض القصص اللي بتخلينا نقدر نفكر ونستوعب الموضوع بشكل أكبر، والصور ومقاطع الفيديو شخصيات ملهمة، ناس نجحت وليها قصص جميلة رائدة في حقل التكنولوجيا، هي موجودة وكانت رائدة في حقل التكنولوجيا، يقتدي بها التلاميذ. التلاميذ ممكن ياخدوها كقدوة، كما تساعد دروس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمفاهيم الواردة فيها التلاميذ على استخدام التكنولوجيا للنجاح في الحياة. بتساعدنا ازاي ننجح في الحياة ونستخدم التكنولوجيا بشكل مفيد في حياتنا. طبعا دي زي ما قلنا صورة الكتاب. المحتويات بتاعت المنهج بتاع الترم الاول هو بيتكون من محورين. المحور الاول بيتكون من 8 دروس اسمه دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حياتنا، ده اسم المحور الاول. الدرس الاول اسمه المستكشف النشط، وطبعا ده الدرس الاول في المحور الاول، وكمان هنلاقيه نفس الاسم في المحور الثاني. الدرس الثاني التكنولوجيا وتطورها التاريخي. الدرس الثالث مكونات جهاز الكمبيوتر. الدرس الرابع البرمجيات وأنظمة التشغيل. الدرس الخامس دعم الأشخاص ذوي الهمم. الدرس السادس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المشكلات الشائعة والحلول. الدرس السابع جمع البيانات وتحليلها والتعبير عنها في رسوم بيانية. والدرس الثامن إعداد التقارير لنتائج البحث. بعدين بناخد مراجعة على المحور الأول. أما المحور الثاني فاسمه احتياطيات السلامة الرقمية، وبيتكون برضو من 8 دروس. الدرس الأول فيه زي ما قلنا من شوية اسمه المستكشف النشط برضو. الدرس الثاني المخاطر المرتبطة بشبكة الإنترنت ووسائل الحماية منها. الدرس الثالث استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بطريقة صحيحة وأخلاقية. الدرس الرابع كيفية البحث على شبكة الإنترنت. الدرس الخامس كيفية التأكد من صدق المعلومات على شبكة الانترنت، ازاي نتأكد ان المعلومات اللي احنا بحثنا عنها هي سليمة ودقيقة مش معلومات غلط او مضللة. والدرس السادس من بامكانه مساعدتك في حل مشكلاتك اثناء استخدام شبكة الانترنت، مين اللي ممكن يساعدك لو انت حصل لك اي مشكلة وانت بتستخدم شبكة الانترنت. الدرس السابع خطة شخصية للأمان الرقمي. والدرس الثامن تطبيق ما تعلمته. بعد كده مراجعة على المحور الثاني، وفي الآخر خالص مشروع الفصل الدراسي الأول. دي محتويات المنهج بتاع الترم الأول، هي دروس كلها جميلة قوي وشيقة وكمان مفيدة جدا ليكم في حياتكم العملية إن شاء الله. يعني حتى بعد ما تخلصوا دراسة المنهج ده انتوا مش هتتذكروه علشان تمتحنوا فيه وخلاص، ده هينفعكوا وهيفيدكوا في استخداماتكوا للتكنولوجيا والكمبيوتر والبحث والانترنت في حياتكوا العملية في حياتكوا اليومية حتى بعد الترم ما يخلص ان شاء الله. ففي المنهج ده شيق جدا وجميل جدا، هنشرحه مع بعض بشكل جميل ان شاء الله.
النهاردة خدنا المقدمة دي، وأتمنى أن أنتم تكونوا استفدتم منها، وإن شاء الله تابعونا في الحلقات اللي جاية هنشرح المنهج ده مع بعض إلى جانب المناهج التانية. أتمنى أن أنت تكون استفدت من درس النهاردة. لو أعجبك الدرس أعمل لايك، أتمنى ألاقي 1000 واحد استفادوا أو 1000 لايك تحت الفيديو، والأهم أنك تشارك الدرس مع أصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، أنا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن أو في الوصف أسفل الفيديو. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.